بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نبدأ في هذه الدورة هذه مع المقال الجدلية اللي هي البيولوجيا. هل يمكن تطبيق المنهج التجريبي على المادة الحية؟ كما جرت العادة نبدأ بالمقدمة. الآن واش راح نقول؟ كما راكم تشوفوا هذه عبارة عن قدم. قدم باش نقولوا التقدم، راكم تشوفوا فيها كبيرة باش نقولوا هائل. سيبون تقدم هائل. إذا واش راح نقول؟ يمثل التقدم الهائل والدقة الفائقة التي حققها المنهج التجريبي. منها في عقلك المجهر هذا هو المنهج التجريبي. يمثل التقدم الهائل والدقة الهائلة التي حققها المنهج التجريبي في علوم المادة الجميل. بما أن الكرسي جمال، منها طريقة تشوف الكرسي عقلك على المادة الجميل. يمثل التقدم الهائل والدقة الفائقة التي حققها المنهج التجريبي في علوم المادة الجامدة مثالا ناجحا لجميع العلماء في مختلف العلوم بما فيهم علماء المادة الحية. المادة الحية إن نأخذ الحرفين الأولين ميم حاء تعطيني المح، المح هو صفار البيض، يعني من نوعات عقلوا لي على هذه البيضة هي المادة الحية. وعيد المجهر هو المنهج التجريبي، الكرسي هو المادة الجامدة، والبيضة هي المادة الحية أو ما يصطلح عليه بالبيولوجي. وعيد فقط أعطيتكم هذه التعريفات باش من نهار ما نبقاوش نلقاو مشكل. يمثل التقدم الهائل والدقة الفائقة التي حققها المنهج التجريبي في علوم المادة الجامدة مثالا ناجحا لجميع العلماء في مختلف العلوم بما فيهم علماء المادة الحية أو ما يعرف بوجه بالبيولوجي بمصطلح البيولوجي، والتي هي ذلك العلم الذي يهتم بدراسة الكائن الحي مثل الإنسان الحيوان والنبات. قلنا فيما يعرف بمصطلح البيولوجيا، والتي هي ذلك العلم الذي يهتم بدراسة الكائن الحي هو الإنسان الحيوان أو النبات. انطلاقا من هذا السعي سعى الباحثون في البحث عن إمكانية إخضاع المادة الحية للتجريب. عودوا معي. يمثل التقدم الهائل والدقة الفائقة التي بلغها المنهج التجريبي في علوم المادة الجامدة مثالا ناجحا لجميع العلماء في مختلف العلوم بما فيهم علماء المادة الحية أو ما يصطلح عليه بالبيولوجيا. يمكن عرفوا البيولوجيا، والتي هي ذلك العلم الذي يدرس الكائنات الحية الإنسان الحيوان والنبات. وانطلاقا من هذا سعى الباحثون في البحث عن مدى إمكانية إخضاع المادة الحية للتجريب. وهي الفكرة تعني إخضاع المادة الحية للتجريب. يمثل التقدم الهائل والدقة الفائقة التي حققها المنهج التجريبي في علوم المادة الجامدة مثالا ناجحا لجميع العلماء في مختلف العلوم بما فيهم علماء المادة الحية أو ما يصطلح عليه بالبيولوجي، والتي هي ذلك العلم الذي يهتم بدراسة الكائن الحي الإنسان الحيوان والنبات. وانطلاقا من هذا سعى الباحثون في البحث عن مدى إمكانية إخضاع المادة الحية للتجريب. في الفيديو القادم سنكمل المقدمة. الآن نكمل مع المقدمة. ولقد نتج عن ذلك ظهور اتجاهين متعارضين. فأما الاتجاه الأول فتمثله النظرة الكلاسيكية، وهذا الاتجاه معارض للتجريب على المادة الحية، إذا الاتجاه الثاني هو العكس. وأما الاتجاه الثاني فتمثله النظرة الحديثة، وهو اتجاه مؤيد لاستخدام التجريب على المادة الحية. وعيد. ولقد نتج عن ذلك ظهور اتجاهين متعارضين، فأما الاتجاه الأول فتمثله النظرة الكلاسيكية، وهو اتجاه معارض للتجريب على المادة الحية. وأما الاتجاه الثاني فتمثله النظرة الحديثة، وهو اتجاه مؤيد للتجريب على المادة الحية. في حدود هذه الخصومة الفكرية نطرح الإشكالية التالية اللي هو العنوان تاع المقالة تاعنا. هل يمكن تطبيق المنهج التجريبي على المادة الحية؟ أو بعبارة أخرى قادر تسبوا هذا السؤال أيضا، هل يمكن إخضاع المادة الحية للتجريب مثل إخضاعها للمادة الجامدة؟ هذا نفس المقال. ولقد نتج عن ذلك ظهور اتجاهين متعارضين، فأما الاتجاه الأول فتمثله النظرة الكلاسيكية،
وهو اتجاه معارض التجريب على المادة الحية، وأما الاتجاه الثاني فتمثله النظرة الحديثة وهو اتجاه مؤيد لاستخدام التجريب على المادة الحية. في حدود هذه الخصومة الفكرية نقوم بطرح الإشكالية التالية: هل يمكن تطبيق المنهج التجريبي في البيولوجيا أو في المادة الحية؟ أو بعبارة أخرى، هل يمكن إخضاع المادة الحية للتجريب مثل إخضاعها في المادة الجميلة؟ من نفس المقالات كذا. إذا تبغيو تشوفوا عناوين أخرى تشبه هذه المقالة، راسلوني على الصفحة باش نكملو إن شاء الله. إذا نعيد المقالة من الأول هكذا باش نراها. عاودوا معايا: بما يمثل التقدم الهائل والثقة الفائقة التي حققها المنهج التجريبي في علوم المادة الجامدة مثالا ناجحا لجميع العلماء في مختلف العلوم بما فيهم علماء المادة الحية أو ما يصطلح عليه بالبيولوجيا يمكن عرفها، والتي هي ذلك العلم الذي يهتم بدراسة الكائنات الحية مثل الإنسان الحيوان والنبات. وانطلاقا من هذا سعى الباحثون في البحث عن مدى إمكانية إخضاع المادة الحية للتجريب، ولقد نتج عن ذلك ظهور اتجاهين متعارضين. فأما الاتجاه الأول فتمثله النظرة الكلاسيكية، وأما الاتجاه الثاني فتمثله النظرة الحديثة، وهو اتجاه مؤيد لاستخدام التجريب على المادة الحية. في حدود هذه الخصومة الفكرية نقوم بطرح الإشكالية التالية: هل يمكن تطبيق المنهج التجريبي على المادة الحية أو البيولوجيا؟ أو بعبارة أخرى، هل يمكن إخضاع المادة الحية للتجريب مثل إخضاعها للمادة الجامدة؟ الآن ننتقل إلى التوسيع في محاولة حل المشكلة. كما تفهمنا الجدل دائما عندي ثلاث عناصر كبار: عندي أطروحة، ناقد أطروحة، وطرح. الأطروحة تتكون من شرح وتحليل، البرهنة، والنقد. كذلك ناقد الأطروحة تتكون من شرح وتحليل، يعني الشرح والفكرة، برهن عليها، وبعد نديروا لها النقد انتهى. والتركيب نديروا تركيب بين القولين، وفي التركيب نزيدوا في الأخير رأي شخصي. هذا رأي شخصي انت يشوف كي تكون دير المقالة نتاعك انت يشوف. مرات المقالة تكون فيها رأي شخصي، كل واحد يقدر يدير رأيك انت تقدر دير فيه وش ما حبيت تبدل معاه أمثلة. شو ما تبغي تكتب، شوف انت اللي تناسب، راك دير في المقالة وشوف الرأي انت اللي راك تشوف فيه هو المليح، مع إعطاء أمثلة بطبيعته. ودائما كي تعطيو أمثلة من الحياة الواقعية ذلك أفضل. إذا مع القضية، القضية غادي نبدل: لا يمكن تطبيق المنهج التجريبي على المادة الحية. إذا شرح وتحليل، دائما تفهمنا في شرح وتحليل بالدير يذهب أنصار هذا الطرح للتأكيد على فكرة أساسية، دائما عقلوا عليها الاثنين. يذهب أنصار هذا الطرح بين قوسين بدنا نشوفوا هذه النظرية الكلاسيكية. يذهب أنصار هذا الطرح بين قوسين النظرية الكلاسيكية للتأكيد على فكرة أساسية مضمونها أنه لا يمكن إخضاع المادة الحية للتجريب، ذلك لأن تطبيق المنهج التجريبي على المادة الحية يصطدم بصعوبات وعراقيل راجعة إلى طبيعة المادة الحية وخصائصها. وعيد يذهب أنصار الطرح للتأكيد على فكرة أساسية مضمونها أنه لا يمكن تطبيق المنهج التجريبي على المادة الحية، ذلك لأن تطبيق المنهج التجريبي على المادة الحية يصطدم بعدة صعوبات وعراقيل ناتجة إلى طبيعة المادة الحية وخصائصها. ويتبنى هذا الطرح كل من هذا أن ميت كما يقول الدارجة ميت مش عقل على بون هو يكتب بونوم باللغة العربية عقل على أن ميت بونوم سيبو. بعد عندي كوفي لونجلي يقولوا كوفي يزيدوا لها كوفي يكتب كوفي مش يقولوا كوفي. وأخيرا عقل على الكافي درجة الحرارة مش يقولوا الكلب وشيء هذه البلاصة اللي فهم يقولوا غا مش يقولوا غا مش يقول كالجن هاي. إذا عندي يتبنى هذا الطرح كل من بونوف على وزن ميف بونيف، كوفي على وزن كوفي، وأخير كالجن هاي على وزن كال. صح نوعي المرة الأخيرة. يذهب أنصار هذا الطرح بين قوسين نظرة كلاسيكية إلى التأكيد على فكرة أساسية مضمونها أنه لا يمكن
اخضع المادة الحية للتجريب. لماذا؟ ذلك لأن تطبيق المنهج التجريبي على المادة الحية يصطدم بعدة صعوبات وعراقيل راجعة إلى طبيعة المادة الحية وخصائصها، ويتبناها الطرق من بونيل بونول كوفي وكالدنهار. يذهب أنصار هذا الطرح نظرية الأصل للتأكيد على فكرة أساسية مضمونها أنه لا يمكن إخضاع المادة الحية للتجريب، ذلك لأن تطبيق المنهج التجريبي على المادة الحية يصطدم بعدة صعوبات وعراقيل راجعة إلى طبيعة المادة الحية وخصائصها، ويتبنى هذا الطرح كل من بومور كوفي وكالدنهار. الآن نبدأ مع البرهنة، وقبل أن نبدأ البرهنة ندير واحد الجملة خفيفة وشكور. ولقد اعتمد هؤلاء على حجج لتبرير رأيهم نذكر من أهمه. رسالة مش تحتاج تحفظها، هذا كل واحد يدير باش ما نبداوش البرهنة ديريكت واش نكتبو. ولقد اعتمد هؤلاء على حجج لتبرير رأيهم ونذكر من أهمها، ودوكا نذكرو براهين تاعها. أولا عائق التعقيد، عائق التعقيد. إن الدراسة التجريبية على المادة الحية على شائلة المادة الجامدة أمر متعذر. عائق التعقيد، إن الدراسة التجريبية على المادة الحية على شائلة، يعني مثلها، على شائلة المادة الجامدة أمر متعذر. إذ تعترض الباحث جملة من العوائق ذات الطابع المعقد والمتشابه. إذ تعترض الباحث جملة من العوائق ذات الطابع المعقد والمتشابه، وسبب تعقيدها راجع لكونها تنمو تتكاثر وتتميز، تنمو تتكاثر وتتغير. قلنا وسبب تعقيدها راجع إلى أنها تنمو تتكاثر وتتغير، مما يصعب إخضاعها لمبادئ واش العلم، اللي هو السحت السببية الحتمية والتنبؤ، قلنا أولا واش مدير. ولقد اعتمد هؤلاء على حجج لتبرير رأيهم ونذكر من أهمها عائق التعقيد، حيث أن الدراسة التجريبية على المادة الحية على شاكلة المادة الجامدة أمر متعب. إذ تعترض الباحث جملة من الاعترافات ذات الطابع المعقد والمتشابه، وسبب تعقيدها راجع لكونها تنمو تتفاقر وتتغير، مما يصعب إخضاعها لمبادئ العلم السببية الحتمية والتنمو. ولقد اعتمد هؤلاء على حجج وبراهين لتبرير رأيهم، نذكر من أهمها عائق التعقيد، حيث أن الدراسة التجريبية على المادة الحية على شكل المادة الجامدة أمر متعدد. واش من عند هذه المادة عندها باش تفهموها؟ يعني التجريب نتاعي على المادة الحية ما راحش يكون، إلا بغينا نديرو كيما المادة الجامدة ما راحش غادي يكون كيك. نزيدو نفهمو علاش. إذ تعترض الباحث جملة من العوائق ذات الطابع المعقد والمتشابه، وسبب تعقيدها راجع لكونها تنمو تتكاثر وتتغير، مما يصعب إخضاعها لمبادئ العلم السببية والحتمية والتنمو. نكمل الآن مع البرهنة، الآن مع عائق التعميم. هذا مربع كبير ضخم باش نقولو عام، أي التعميم، عائق التعميم، حيث أن النتيجة المتحصل عليها غير قابلة للتعميم على جميع أفراد النوع الواحد، فما يصدق على الإنسان قد لا يصدق على النبات والحيوان. بل إنما يصدق على الإنسان قد لا يصدق على إنسان آخر. ولنأخذ نقل الدم كمثال، فهو يختلف من إنسان إلى آخر. وكذلك المعقد النسيج، ما كنتم عبارة عن خلايا نسيج كفي نسيج، كذلك المعقد النسيجي يختلف من إنسان إلى آخر. يقول شكون هذا؟ بونول. لا توجد خليتان على اليمين، خلية حيوانية على اليسار خلية نباتية، لا توجد خليتان لهما نفس الخصائص، فعلم الحياة وعلم الأنظمة المتباين. يقول بونول
لا توجد خليتان لهما نفس الخصائص. فعلم الحياة هو علم الأنظمة المتباينة. عائق التعميم، حيث أن النتيجة المتحصل عليها غير قابلة للتعليم على جميع أفراد النوع الواحد، فما يصدق على الإنسان لا يصدق عن النبات أو الحيوان، بل إن ما يصدق على الإنسان قد لا يصدق على إنسان آخر. ولنأخذ نقل الدم كمثال، فهو يختلف من إنسان إلى آخر، وكذلك المعقد النسيج. يقول بونالد: لا توجد خليتان لهما نفس الخصائص، فعلم الحياة هو علم الأنظمة المتباينة. تباين معنى متباين. عائق التعليم، حيث أن النتيجة المتحصل عليها غير قابلة للتعليم على جميع أفراد النوع الواحد، فما يصدق على الإنسان لا يصدق على النبات أو الحيوان، بل إن ما يصدق على الإنسان قد لا يصدق على إنسان آخر. ولنأخذ نقل الدم كمثال، فهو يختلف من إنسان إلى آخر، والمعقد النسيج. يقول بونار: لا توجد خليتان لهما نفس الخصائص، فعلم الحياة هو علم الأنظمة المتباينة. الآن نكمل مع البرهنة، الآن مع عائق طبيعة الموضوع. ما مهمش نبدأ ديرات وش راح نقول. بالإضافة إلى أن الجسم الحي يشكل وحدة منظمة، بالإضافة إلى أن الجسم الحي يشكل وحدة منظمة، فكل جزء فيه تابع للكل. فلو نزعنا للجسم الحي عضوا من أعضائه لتأثر ونقص، هذيك ناقص، لتأثر ونقصت تعاليه. طيب، بالإضافة إلى أن الجسم الحي يشكل وحدة منظمة، فكل جزء فيه تابع للكل. فلو نزعنا للجسم الحي عضوا من أعضائه لتأثر ونقصت فعاليته. وهذا ما يمنع بتر الأعضاء على الكائن الحي، لأن ذلك يسبب موت الكائن الحي أو موت العضو المراد دراسته. وهذا ما يمنع بتر الأعضاء على الكائن الحي، لأن ذلك يسبب موته أو موت العضو المراد دراسته. معيد من الأول. بالإضافة إلى أن الجسم، هذه مش رمي بالضبط، أنا نقول عائق طبيعة الموضوع. تقدروا تكتبوها كبيرة، يا عائق أنا مانيش كاتبها، تكتبوا عائق طبيعة الموضوع عائق طبيعة الموضوع. بالإضافة إلى أن الجسم الحي يشكل وحدة منظمة، فكل جزء فيه تابع للكل. فلو نزعنا للجسم الحي عضوا من أعضائه لا تأثر ونقصت فعاليته، وهذا ما يمنع بتر الأعضاء على الكائن الحي، لأن ذلك يسبب موت الكائن الحي أو موت العضو المراد دراسته يقول هذا مش كوفين، اسمه كوفين. يقول كوفين: إن سائر أجزاء الجسم الحي مرتبطة فيما بينه، إن سائر أجزاء الحي مرتبطة في بينه، والرغبة في فصل جزء منها معناه نقلها من نظام الأحياء إلى نظام الأموات. نعيد. يقول كوفيني. يقول كوفيني: إن سائر أجزاء الجسم الحي مرتبطة فيما بينه، والرغبة في فصل جزء منها معناه نقلها من نظام الأحياء إلى نظام الأموات. نعيد للمرة الأخيرة. عائق طبيعة الموضوع: بالإضافة إلى أن الجسم الحي وحدة منظمة، فكل جزء فيه تابع لكل. فلو نزعنا للجسم الحي عضوا من أعضائه لتأثر ونقصت فعاليته، وهذا ما يمنع بتر الأعضاء، لأن ذلك يسبب موت الكائن الحي أو موت العضو المراد دراسته. يقول شكون كوفيني. يقول كوفيني: إن سائر أجزاء الجسم مرتبطة فيما بينه، والرغبة في فصل جزء منها معناه نقلها من نظام الأحياء إلى نظام الأموات. الإضافة قلنا هنا يبديها عائق طبيعة الموضوع زوج نقطات. بالإضافة إلى أن الجسم
الحي يشكل وحدة منظمة، فكل جزء فيه تابع للكل، فلو نزعنا للجسم الحي عضوا من أعضائه لتأثر ونقصت فعاليته عما كانت عليه، وهذا ما يمنع بتر الأعضاء على الكائن الحي، لأن ذلك يسبب موت الكائن الحي أو موت العضو المرام برصده. يقول كوفيني: من الأحسن شتي تكونوا تكتبوا هذه الأقوال، تكتبوهم بلون مغاير كما رانا ندير أنا. إن سائر أجزاء الجسم الحي مرتبطة فيما بينها، والرغبة في فصل جزء منها معناه نقلها من نظام الأحياء إلى نظام الأموات. من الأحسن كل قول يروح بلون مغاير هكذا في نفس الورقة، ما يهمش كي تكون في نفس الورقة غير الألوان، كل قول ديره بلون باش تعقلها. الآن نكمل مع البرهنة، الآن مع عائق المنهج. عائق المنهج حيث أنه من الصعب ملاحظة الأعضاء أثناء قيامها بوظائفها. عائق المنهج حيث أنه من الصعب ملاحظة الأعضاء أثناء قيامها بوظائفها، وذلك لعدم توفر الوسائل اللازمة لذلك. وإذا غابت الملاحظة غابت معها الفرضية والتجربة، تجف من قوم اليسار لأنها تكون أولا فرضية ثم التجربة. عائق المنهج حيث أنه من الصعب ملاحظة الأعضاء أثناء قيامها بوظائفها، وذلك لعدم توفر الوسائل اللازمة لذلك. وإذا غابت الملاحظة غابت معها الفرضية والتجربة. أما بخصوص المنهج فإنه من الصعب ملاحظة الأعضاء أثناء قيامها بوظائفها، وذلك لعدم توفر الوسائل اللازمة لذلك. وإذا غابت الملاحظة غابت معها الفرضية والتجربة. الآن نكمل مع آخر عنصر في البرهنة. من حيث العائق الديني والأخلاقي، فيتمثل في تحريم ومنع التشريح على الإنسان. فيتمثل في تحريم ومنع التشريح على الإنسان بحجة الدفاع على كرامته أو الموانع التي كانت تفرضها الكنيسة في أوروبا على العلماء والتي كانت تصل إلى الإعدام. وأيضا الهند تحرم التجريب على البقر والفئران بسبب المعتقدات الهندوسية. طيب. من حيث العائق الديني والأخلاقي، فيتمثل في تحريم ومنع التشريع على الإنسان بحجة الدفاع عن كرامته أو الموانع التي كانت تفرضها الكنيسة في أوروبا على العلماء والتي كانت تصل إلى الإعدام. وأيضا الهند تحرم التجريب على البقر والفئران بسبب المعتقدات الهندوسية. عاودوا تشوفوا معايا المرة الأخيرة. من حيث العائق الديني والأخلاقي، فيتمثل في منع وتحريم التشريح على الإنسان بحجة الدفاع على كرامته أو الموانع التي كانت تفرضها الكنيسة في أوروبا على العلماء والتي كانت تصل إلى الإعدام. وأيضا الهند تحرم التجريب على البقر والفئران بسبب المعتقدات الهندوسية. حيث العائق الديني والأخلاقي، فيتمثل في تحريم ومنع التشريع على الإنسان بحجة الدفاع عن كرامته أو الموانع التي كانت تفرضها الكنيسة في أوروبا على العلماء والتي كانت تصل إلى الإعدام. وأيضا الهند تحرم التجريب على البقر والفئران بسبب المعتقدات الهندوسية. الآن مع نقد الأطروحة اللي هو ثالث عنصر، وش راح نقول؟ على الرغم من أهمية طرح هؤلاء، إلا أنه فاتهم أن العلماء صار بإمكانهم التغلب على هذه الصعوبات والعراقيل، التي كانت تواجههم بفضل القدم التقدم العلمي والتكنولوجي، على الرغم من أهمية طرح هؤلاء. إذ تمكن العلماء من فهم المادة الحية ووضعوا ابتكارات توافق وتتأقلم مع طبيعة المادة الحية على الرغم من أهمية طرح هؤلاء، إلا أنه على الرغم من طرح فيما يخص نسيت واحد الفكرة، دائما قبل النقد
شتكين كملوا في البرهنة ديروا استنتاج جزئي، سهل استنتاج جزئي ديروا، ومن هنا استنتج كما قبيلة، ومن هنا استنتج أنه لا يمكن تطبيق منهج التجريبي على المادة الحالية. سيبون دائما ديروا نفس الأطروحة، ومن هنا استنتج أنه ولو بناء على ما ذكر من حجج نستنتج. دائما ديروها هذه بعد البراهين، ودائما بديوها هكا، وبناء على ما ذكر من حجج نستنتج انه لا يمكن تطبيق منهج تجريبي. بعد ان شاء الله كي نديروا نعطي الاطروحه ونديروا البرهنه نقولوا واش راح نقول، وبناء على ما ذكر من حجج نستنتج انه يمكن تطبيق المنهج التجريبي على المدار. هذا يعرف بالاستنتاج الجزئي، دائما في الجدليه ديروه. على الرغم من اهميه طرح هؤلاء ان شاء الله تكونوا فهمتوني في الفكره، اذا ما فهمنيش اتصل بي في رساله الصفحه زيد. على الرغم من أهمية طرح هؤلاء إلا أنه فاته أن العلماء أصبح بإمكانهم تجاوز هذه الصعوبات والعراقيل بفضل التقدم العلمي والتكنولوجي. إذ تمكن العلماء من فهم المادة الحية ووضعوا ابتكارات توافق وتتأقلم مع طبيعتها. على الرغم من أهمية طرح هؤلاء إلا أنه فاتهم أن العلماء صار بإمكانهم التغلب على هذه الصعوبات والعراقيل التي كانت تواجههم بفضل التقدم العلمي والتكنولوجي. إذ تمكن العلماء من فهم المادة الحية ووضعوا ابتكارات توافق وتتأقلم مع طبيعة المادة الحية. الآن مع نقيض القضية أو نقيض الأطروحة، قلنا لا يمكن، يمكن تطبيق المنهج التجريبي على المادة الحية. الآن فيما يخص المقالة الجدلية أو الحاجة التي بها هو شرح وتحليل، الشرح الفكرة أنت. دائما قلنا يذهب أنصار هذا الطرح للتأكيد على فكرة أساسية مضمونها أنت. أصحاب هذا الطرح هما النظرية الحديثة. إذا واش راح نقول؟ يذهب أنصار هذا الطرح بين قوسين النظرية الحديثة للتأكيد على فكرة أساسية مضمونها أنه يمكن إخضاع المادة الحية للتجريب، حيث أكد كل من عالم الأحياء الفرنسي، هذا عبارة عن كود تاع الفهمي، كود باش نقولو كود كلود، كلود فيرنار وفرانسوا جاك لوب. هذيك جاك لوب كي تكتبوها ربطوها، أنا راني كاتبها هكذا باش تعرفوها. حيث أكد كل من عالم الأحياء الفرنسي شكون؟ كلود فيرنار وفرانسوا جاك لوب إمكانية تطبيق المنهج التجريبي في البيولوجيا على غرار المادة الحية. هذه على غرار قد نقوله مثل ما يمكن تطبيقه، وإن كان على غرار مالتها عربية فصحى تجي مليحة تخدم لكم المقالة نتاعكم وتكسب لكم المصحح أيضا. إذا أعيد، يذهب أنصار هذا الطرح بين قوسين النظرية الحديثة للتأكيد على فكرة أساسية مضمونها أنه يمكن إخضاع المادة الحية للتجريب، حيث أكد كل من عالم الأحياء الفرنسي كلود فيرنار فرانسوا جاك لوب إمكانية تطبيق المنهج التجريبي في البيولوجيا على غرار المادة الجميلة، على غرار تطبيقه في المادة الجميلة، حيث يمكن تطبيق المنهج التجريبي على البيولوجيا ولا في البيولوجيا على غرار تطبيقه على المادة الجميلة. يذهب أنصار هذا الطرح للتأكيد على فكرة أساسية مضمونها أنه يمكن إخضاع المادة الحية للتجريب، حيث أكد كل من عالم الأحياء الفرنسي كلود بيرنار فرانسوا جاك لوب إمكانية تطبيق المنهج التجريبي في البيولوجيا على غرار تطبيقه على المادة الجامدة. الآن فيما يخص البرهنة لنقيض القضية، أي يمكن تطبيق المنهج التجريبي على المادة الحية. كما درنا قبيلة واش نبدأ، اعتمد هؤلاء على حجج وبراهين لتبرير رأيهم نذكر منها، ونبدأ في ذكر الحجج والبراهين تاعهم. اكتشف العلماء أن المادة الحية تتكون من نفس خصائص المادة الجامدة ك نجمعهم في شون سي ا لشون ك اللي هو الكربون الهيدروجين الأكسجين الأزوت والكالسيوم. إذا اكتشف العلماء أن المادة الحية تتكون من نفس خصائص المادة الجامدة كالكربون والهيدروجين والأكسجين والأزوت والكالسيوم، وبالتالي فإنه يمكن دراسة المادة الحية مثل المادة الجامدة لاشتراكهما في نفس الخصائص. يقول فرانسوا جاك لوب وجلال، يتعين إدخال التجريب على العضوية خطوة خطوة. يقول فرانسوا جاك لوب
يتعين إدخال التجريب على العضوية خطوة خطوة وبكيفية تدريجية. نعيد. اعتمد هؤلاء على حجج وبراهين نذكر لتبرير رأيهم. نذكر منها أن العلماء اكتشف العلماء أن المادة الحية تتكون من نفس عناصر المادة الجامدة كشون سئة كالكربون الهيدروجين أكسجين الأزوت والكالسيوم. وبالتالي فإنه يمكن دراسة المادة الحية تماما مثل المادة الجامدة لاشتراكهما في نفس الخصائص. يقول فرانسوا جاكلوب إن تطبيق ولإن يتعين إدخال التجريب على العضوية خطوة خطوة وبشكل وبكيفية تدريجية. ولقد اعتمد هؤلاء على حجج وبراهين لتبرير رأيهم. نذكر من أهمها زوج نقطات لورستر. اكتشف العلماء أن المادة الحية تتكون من نفس عناصر المادة الجامدة كالأكسجين والهيدروجين والكربون والأزوت والكالسيوم. لما نقول الماء لأنه مكون من الكربون من الهيدروجين والأكسجين، ثم نقول الماء. وبالتالي فإنه يمكن دراسة المادة الحية تماما مثل المادة الجامدة لاشتراكهما في نفس الخصائص. يقول فرانسوا جاكلوب يتعين إدخال التجريب على العضوية خطوة خطوة وبكيفية تدريجية. الآن نكمل مع البرهنة واش راح نقول. توصل كل من كيف سمينا هذا كلود بيرن، وهذا أيضا شخص آخر عبارة عدد عن مندل باش نقوله ماندل، اسمه ماندل. قلنا توصل كل من كلود برنار وماندل من خلال بعض التجارب التي قام بها على بعض الحيوانات والنباتات كتجربة برنارد على الأرانب. قلنا كتجربة برنارد اللي هو كلود، كتجربة كلود برنارد على التجارب والتي توصل من خلالها إلى قانون علمي مفاده أن الحيوانات إذا أفرغت بطونها تغذت على مدخراتها الغذائية. نعيد. توصل كل من كلود برنارد وماندل من خلال بعض التجارب التي قام بها على بعض الحيوانات والنباتات كتجربة برنارد على الأرانب والتي توصل من خلالها إلى قانون علمي مفاده أن الحيوانات إذا أفرغت بطونها تغذت على مدخراتها الغذائية، حيث تطرق في هذه التجربة إلى كل خطوات المنهج التجريبي، حيث تطرق إلى كل خطوات المنهج التجريبي، حيث تطرق في هذه التجربة إلى كل خطوات المنهج التجريبي. هذا الجزء الأول. حيث قال كلود برنار واش قال؟ إن أفضل طريقة يمكن اتباعها في المادة الحية هي الطريقة التجريب. حيث قال كلود برنار إن أفضل طريقة يمكن اتباعها في المادة الحية هي الطريقة التجريب. نمشي الآن إلى ماندل. بالإضافة إلى ماندل واش دار؟ بالإضافة إلى تجارب ماندل على نبات البازيلا جلبان، على نبات البازيلا أدت إلى ظهور علم الوراثة التي تطور فيما بعد ليشمل الكائنات الحية الأخرى. نعود غير ماندل. بالإضافة إلى تجارب ماندل واش دار هذا ماندل؟ تجارب ماندل على نبات البازيلا والذي أدت إلى ظهور علم الوراثة الذي تطور فيما بعد ليشمل الكائنات الحية الأخرى. سأعيد كل شيء. نشرح نقول. توصل كل من كلود برنارد وماندل من خلال بعض التجارب التي قام بها على بعض الحيوانات والنباتات كتجربة برنارد على الأرانب والتي توصل من خلالها إلى قانون علمي مفاده أن الحيوانات إذا أفرغت بطونها تغذت على مدخراتها الغذائية، حيث تطرق في هذه التجربة إلى كل خطوات المنهج التجريبي. بالإضافة إلى كما حيث قال نديرو المقولة تاع كلود برنارد. حيث قال كلود
برنارد إن أفضل طريقة تمكن إن أفضل طريقة تمكن يمكن اتباعها في المادة الحية هي الطريقة التجريبية. إن أفضل طريقة يمكن اتباعها في المادة الحية هي الطريقة التجريبية. بالإضافة إلى تجارب ماندل على نبات البازيلا أدت إلى ظهور علم الوراثة الذي تطور بعد ذلك ليشمل الكائنات الحية الأخرى. توصل كل من كلود برنارد وماندل من خلال بعض التجارب التي قام بها على بعض الحيوانات والنباتات كتجربة برنارد على الأرانب والتي توصل من خلالها إلى قانون علمي مفاده أن الحيوانات إذا فرغت ولا أفرغت بطونها تغذت ولا إذا فرغت بطونها تغذت على مدخلاتها الغذائية. حيث طبق في هذه التجربة كل خطوات المنهج التجريبي. يقول كلود برنارد إن أفضل طريقة يمكن اتباعها في المادة الحية هي الطريقة التجريبية. بالإضافة إلى تجارب ماندل على نبات البازيلا أدت إلى ظهور علم الوراثة الذي تطور فيما بعد يشمل الكائنات الحية الأخرى. الآن نكمل مع برهمة نقيض الأطروحة. وشرح نقول كما أن علم الأمراض هذا رخي زكام باش نقولوا علم الأمراض كما أن علم الأمراض قطع أشواطا كبيرة في مجال دراسة الكائن الحي دراسة تجريبية كما أن علم الأمراض قطع أشواطا كبيرة في مجال دراسة الكائن الحي دراسة تجريبية معتمدا في ذلك على ما حققه العلم من تقدم إضافة إلى تطور الأجهزة والوسائل معتمدا في ذلك على ما حققه العلم من تقدم إضافة إلى تطور الأجهزة والوسائل مما مكن العلماء من التجريب على الكائن الحي دون اللجوء إلى تشريحه ودون قتل الكائن الحي كما أن علم الأمراض قطع أشواطا كبيرة في مجال دراسة الكائن الحي دراسة تجريبية معتمدا في ذلك على ما حققه العلم من تقدم وتطور الأجهزة والوسائل مما مكن العلماء من التجريب على الكائن الحي دون اللجوء إلى تشريحه أو قتل الكائن الحي. يقول شكون هذا؟ كلود برنارد. يقول كلود برنارد إن إنكار تحليل الكائنات الحي عن طريق التجريب هو إيقاف للعلم وإنكار للمنهج التجريبي. يقول كلود برنارد إن إنكار تحليل الكائن الحي عن طريق التجريب هو إيقاف للعلم وإنكار للمنهج التجريب. نعيد للمرة الأخيرة. كما أن علم الأمراض قطع أشواطا كبيرة في مجال دراسة الكائن الحي دراسة تجريبية معتمدا في ذلك على تقدم العلم وتطور الأجهزة والوسائل. مما مكن العلماء من التجريب على الكائن الحي دون اللجوء إلى تشريحه ودون قتل الكائن الحي. يقول كلود برنارد إن إنكار تحليل الكائن الحي عن طريق التجريب هو إيقاف للعلم وإنكار للمنهج التجريب. كما أن علم الأمراض قطع أشواطا كبيرة في مجال دراسة الكائن الحي دراسة تجريبية معتمدا في ذلك على ما حققه العلم من تقدم وتطور الأجهزة والوسائل مما مكن العلماء من التجريب على الكائن الحي دون اللجوء إلى تشريحه ودون قتل الكائن الحي. يقول كلود برنارد إن إنكار تحليل الكائنات الحية عن طريق التجريب هو إيقاف للعلم وإنكار للمنهج التجريب هذه الطريقة التجريبية هو إيقاف للعلم وإنكار للمنهج التجريب. نكمل الآن مع آخر عنصر في البرهنة في نقيض الأطروحة. أما على مستوى المنهج فقد صار من الممكن القيام بالملاحظة الدقيقة. على مستوى العضوية دون الحاجة إلى فصل الأعضاء عن بعضها بواسطة مختلف الأجهزة المتطورة مثل المانسح الضوء. أما على مستوى المنهج
فقد صار بالإمكان القيام بالملاحظة الدقيقة على العضوية دون الحاجة إلى فصل الأعضاء عن بعضها بواسطة مختلف الأجهزة المتطورة مثل الماسح الضوء. وأما على مستوى المنهج فقد صار من الممكن القيام بالملاحظة الدقيقة على العضوية دون الحاجة إلى فصل الأعضاء عن بعضها بواسطة مختلف الأجهزة المتطورة مثل الماسح الضوء. أما على مستوى الاعتبارات، لأما فيما يخص الاعتبارات الأخلاقية، فقد أدى انتشار فكرة هذه المساحة باش نقول التسامح. فقد أدى انتشار فكرة التسامح الديني إلى إمكانية تشريح الكائن الحي نظرا لأهمية هذه الممارسة في خدمة العلم والإنسان بصفة عامة. أما فيما يخص الاعتبارات الأخلاقية، أنا في خصوص ديننا الله أعلم. ممكن سؤال. نحن نتحدثنا بالنسبة للأوروبيين. ممكن يدور تحاليل حتى يعرفوا سبب ما هو نعم. ما في يخص أن يشرح جدا الله أعلم. أو سؤال. ممكن تفيدوني بوش أنت. أما فيما يخص الاعتبارات الأخلاقية، فقد أدى انتشار فكرة التسامح الديني إلى إمكانية تشريح الكائن الحي نظرا لأهمية هذه الممارسة في خدمة العلم والإنسان بصفة عامة. أما فيما يخص الاعتبارات الأخلاقية، فقد أدى انتشار فكرة التسامح الديني إلى إمكانية تشريح الكائن الحي نظرا لأهمية هذه الممارسة في خدمة العلم والإنسان بصفة عامة. قبل ما نعودها لكم، ديروا غير فكرة هذه في الاستنتاج الجزئي. كما تفهمنا المقالة ما تكتبوش، كتبوا فقط المقدمة، كتبوا التوسيع، كتبوها كامل والخاتمة، ما نكتبوش ناقل كتروحة ومثلا البراهين شرح ذلك الصوت، ما تكتبوهمش، ديروا كما نقول كما تكتبوا فقرة، كل واحد ديروا فقرة صحيح؟ والمصحح واحد راه يعرفوا شرحه، شهية مثلا كتكتب شرح واسكلي دير فقرة واحدة، من بعد خلي زوج مربعات كتب البرهان قصدي كي نكتبو فقرة نخليو في البداية واحد زوج مربعات ونبداو نكتبو باش نبينو بلي هادي هي بداية الفقرة. تكتب البراهين تاعك، نفس الشيء بالنسبة للشرح، بالنسبة للنقد. الآن فيما يخص دائما كيتكملو البرهنة، واش ديرو استنتاج جزئي. واش هو الاستنتاج الجزئي؟ تقول انطلاقا من هذه الحجج تبرهن هذيك القضية. كما حنا رانا نقولو يمكن تطبيق المنهج التجريبي على المادة الحية. إذا وش راح تقول؟ انطلاقا من هذه الحجج والبراهين نستنتج انه يمكن التجريب على المادة الحية لا على الكائن الحي. انطلاقا من هذه الحجج اكتب الحجة تاعي، انطلاقا من هذه البراهين نكتب الحجة اللي رانا نبرهن عليها ان شاء الله تكون. اذا اعيد ودوك نديرو فكرة. اما بخصوص المنهج فقد صار من الممكن القيام بالملاحظة الدقيقة على العضوية دون الحاجة إلى فصل الأعضاء عن بعضها بواسطة مختلف الأجهزة المتطورة مثل الماسح الضوء. أما بالنسبة للاعتبارات الأخلاقية، فقد أدى انتشار التسامح الديني إلى إمكانية تشريح الكائن الحي نظرا لأهمية هذه الممارسة في خدمة العلم والإنسان بصفة عامة. وانطلاقا من هذه الحجج نستنتج أنه يمكن التجريب على الكائن الحي. هذا ما إلى فيديو آخر. الآن في نقد نقيض الأطروحة. أشرح نقول، ولكن على الرغم من الخطوات الهامة التي قطعتها البيولوجيا فيما يخص دراسة الكائن الحي دراسة تجريبية، إلا أنه لا تزال هناك بعض الصعوبات تعترض سبيلها. ومثال ذلك صعوبة التجريب المباشر على الإنسان، فيتم اللجوء إلى الحيوان ثم يعممون نتائجهم على الإنسان، غير أن هذا التعميم قد لا يصلح في كثير من الأحيان نظرا إلى الفروقات بالفرق يعني ناقص نظرا إلى الفروقات الموجودة بين الإنسان والحيوان. إذن ديروا النقم. ولكن على الرغم من الخطوات الهامة التي قطعتها البيولوجيا فيما يخص دراسة الكائن الحي دراسة تجريبية، إلا أنه لا تزال هناك بعض الصعوبات التي تعترض سبيلها. ومثال ذلك صعوبة التجريب المباشر على الإنسان، بحيث يتم اللجوء إلى التجريب على الحيوان
ثم يعممون نتائجهم على الإنسان. فرى أن هذا التعميم قد لا يصلح كثيرا في قد لا يصلح في كثير من الأحيان نظرا إلى الفروقات الموجودة بين الإنسان والحيوان. ولكن على الرغم من الخطوات الهامة التي قطعتها البيولوجيا فيما يخص دراسة الذكاء الحي دراسة تجريبية، إلا أنه لا تزال هناك بعض الصعوبات التي تعترض سبيله. ومثال ذلك صعوبة التجريب المباشر على الإنسان، وبذلك يلجأ إلى التجريب على الحيوان ثم يعممون نتائجهم على الإنسان. غير أن هذا التعميم قد لا يصلح في كثير من الأحيان نظرا للفروقات الموجودة بين الإنسان والحيوان. الآن مع التركيب أشرح نقول، وهكذا بعد عرض الموقفين قلنا لا يمكن تجريب على المادة الحية، قلنا يمكن تجريب على المادة الحية. ولكن على الرغم وهكذا بعد عرض الموقفين فإنه يتبين لنا أنه صار بالإمكان التجريب على الكائن الحي في الفترة المعاصرة نظرا للتطور العلمي والتكنولوجي. وهكذا بعد عرض الموقفين فإنه يتبين لنا أنه صار بالإمكان التجريب على الكائن الحي في الفترة المعاصرة، وهذا نظرا للتطور العلمي والتكنولوجي. لكن هذا التجريب مشروط بشرطين رئيسيين: الأول احترام خصوصيات المادة الحية، والثاني مراعاة الجانب الأخلاقي واحترام إنسانية الإنسان. وهذا التجريب مشروط بشرطين رئيسيين: الأول مراعاة خصوصيات المادة الحية، والثاني مراعاة الجانب الأخلاقي واحترام إنسانية الإنسان فالمبالغة في التجريب وعدم وضع حدود وعدم احترام إنسانية الإنسان فالمبالغة في التجريب وعدم وضع حدود قانونية وأخلاقية يؤدي إلى عواقب وخيمة على الإنسان. مثل ظهور ظهور الحرب البيولوجية، مصطلح الحرب البيولوجية هذه زيدوها مش كتبها باش تزيدوها عواقب وخيمة على الإنسانية وهبيها. مثل ظهور الحرب البيولوجية يقول هذا كلود بيرنر إن على البيولوجيا أن تعتمد على منهج العلوم الفيزيائي. يقول كلود بيرنارد على البيولوجيا أن تعتمد على منهج العلوم الفيزيائية مع احترام خصائصها وقوانينها. يقول كلود بيرنارد على البيولوجيا أن تعتمد على منهج العلوم الفيزيائية مع احترام خصائصها وقوانينها. نعيد على السريع. بعد عرض الموقفين فإنه يتبين لنا أنه صار بإمكان التجريب على الكائن الحي في الفترة المعاصرة، وهذا نظرا للتطور العلمي والتكنولوجي. لكن هذا التجريب شروط بشرطين رئيسيين: الأول احترام خصوصيات المادة الحية، والثاني مراعاة الجانب الأخلاقي واحترام إنسانية الإنسان. فالمبالغة في التجريب وعدم وضع حدود قانونية وأخلاقية يؤدي إلى عواقب وخيمة على الإنسانية مثل الحرب البيولوجية. ويقول كلود بيرنارد على البيولوجيا أن تعتمد على منهج العلوم الفيزيائية مع احترام خصائصها وقوانينها. وهكذا بعد عرض الموقفين فإنه يتبين لنا أنه صار بإمكان التجريب على الكائن الحي في الفترة المعاصرة، وهذا نظرا للتطور العلمي والتكنولوجي. لكن هذا التجريب مشروط بشرطين رئيسيين: الأول هو مراعاة خصوصيات المادة الحية، والثاني مراعاة الجانب الأخلاقي واحترام إنسانية الإنسان. فالمبالغة في التجريب وعدم وضع حدود قانونية وأخلاقية يؤدي إلى عواقب وخيمة على الإنسانية. يقول كلود بيرنارد على البيولوجيا أن تعتمد على منهج العلوم الفيزيائية مع احترام خصائصها وقوانينها. الآن كان واحد العنصر ويسموه الرأي الشخصي جمع التركيب. وش هو هذا الرأي الشخصي؟ انت راك درت المقاله، راك تحاربت درت العرض تاع الموقفين، اعطي رايك الشخصي مع امثله. دوك نعطيكم مثال. انا رايي الشخصي هنا تقدروا تكتبوه، ماشي فاش تاع الاسئله التكنيك تكتبوه، اي مقاله جدليه في التركيب تكتبوه
للرأي الشخصي. وش تقول لك؟ مثلا نعطيكم مثال عندي وانتم كل واحد وش يقول. راح نقول له انا يا والرأي الصحيح في نظري انه يمكن تشغيل انه يمكن يمكن اتباع المنهج التجريبي، لا يمكن تطبيق المنهج التجريبي على المادة الحية نظرا للتطور العلمي والتكنولوجي الذي وصل إليه الإنسان وهو في سيادة وتطور كل يوم. هذه أول. لكنه محدود، فلا يمكن أن نقارنه بوجه بالتطبيق على منهج المادة الجامعة. يعني بالنسبة لي أنا أعتقد رأيي الشخصي أنه منهج تجريبي يطبق على المادة الحية، لكن ليس بتلك الفعالية التي يطبق على المادة الجميلة، لأن المادة الجميلة وش مثلها فيها أن الحية فيها أمور سيبون وعي. الرأي الصحيح في نظري هو أنه يمكن تطبيق المنهج التجريبي على المادة الحية نظرا للتطور العلمي والتكنولوجي الذي يشهده العلم كل يوم، لكن مع هذا يكون محدودا نظرا بطبيعة المادة الحية، ولا يجب مقارنته مع تطبيق المنهج التجريبي على المادة الجميلة لأنه ليس محدود. هذا هو رأيي الشخصي، هذا ما في مشكلة. بغيت تزيدوا تعطيو مثال من عندكم عطيوني. سي بون، إلى فيديو آخر إن شاء الله. وأخيرا مع الخاتمة، إن شاء الله تعرفوا صوتوا الفيديو مع تراكم تقدمتوا. إذن دائما قولوا وفي ختام القول أبعدان تقريبا بديو بها. وختام القول يمكن التأكيد أنه بإمكان إخضاع المادة الحية للتجريب بالرغم من العراقيل والصعوبات التي يعترض لها العلماء. وختام القول يمكن التأكيد أنه بإمكان إخضاع المادة الحية للتجريب بالرغم من العراقيل والصعوبات التي تعترض العلماء. وهذه الإمكانية راجعة أساسا إلى ما عرفه العلم من تقدم كل يوم، على أن نؤكد أن التجريب على المادة الحية ليس بتلك الدرجة التي يتم فيها التجريب على المادة الجامدة. يعني ما نشبهوش التجريب على المادة الجامدة على التجريب على المادة الحية، يعني جاني لما ضرمة وتقصها وشمت لهذه المادة الحية يبقى أمر آخر. نعيد. وختام القول يمكن التأكيد أنه بالإمكان التجريب لإخضاع المادة الحية للتجريب بالرغم من العراقيل والصعوبات التي تعترض العلماء. وهذه الإمكانية راجعة أساسا إلى ما عرفه العلم من تطور كل يوم، على أن نؤكد أن التجريب على المادة الحية ليس بتلك الدرجة التي يتم فيها التجريب على المادة الجامدة. وختام القول يمكن التأكيد أنه بالإمكان إخضاع المادة الحية للتجريب بالرغم من الصعوبات والعراقيل التي تعترض العلماء. وهذه الإمكانية راجعة أساسا إلى ما عرفه العلم من تقدم كل يوم، على أن التجريب على المادة الحية ليس بتلك الدرجة التي يتم فيها التجريب على المادة الجميلة. أنا أعطيكم واحد الملاحظة فقط، بالإمكان أنكم ديروا الأسلوب نتاعكم في المقالة هذه، زيدوا أمثلة، مثلا غيروا اللي عنده شوية متمكن في اللغة العربية يبدل، واش لازم يبدل، مش لازم تحطوا هذه حاجة. اللي فاهم اللي عنده أمثلة من الحياة الواقعية، والأفضل أن أمثلة من الحياة الواقعية يحط، يشوفها كما نقولوا تدعم الفكرة يحطها، ما راكش تجيب اللي تدعم الفكرة ما تحطها، دائما حط حاجة اللي تدعم الفكرة. واش نقول لكم؟ وفقكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.